مساء النور، والاهم كنتمنى تكونوا بصحه جيده. الوالدين جلسوا في ديوركم، راه الموضوع ماشي سهل وماشي عادي، بعيد كل بعد على المزح ولا الضحك. هادشي في صحتنا وفي سلامتنا، فاكيد حنا كفنانين مغاربه متضامنين وكنحاولوا باقصى جهدنا اننا يعني نساعدوا على قدر المستطاع. ولكن نبغي نطلب كذلك من اي شخص بامكانه يساعد وفي المستطاع ديالو يساعد، انا كنهضر ماديا، في المستطاع ديالو انه يساعد عائلات، يساعد بعيد اكيد كل بعد على التصوير وعلى لا شوفوني اش كندير ولا انا كندير الخير ولا هذا، لان هذه مساله كتعلق ببلدنا وباننا كمغاربه. فلان كاينين عائلات اللي محتاجه تخرج باش تجيب قوتها اليومي، فباش ما تخرج خاصنا حنا نعاونوهم. فعفاكم الله يرحم بالوالدين اللي في استطاعته انه يساعد 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 الناس المحتاجه. وكيف ما قلت حتى الشركات الكبيره ولا هذا كل شيء ياخذ هذه الفتره يسدوا ويخليوا الناس تمشي تجلس وما يقطعوش عليهم الصالير ديالهم، لان كاينه ناس اكيد محتاجه، الناس كتخدم لانها محتاجه فلوس، محتاجه تتصرف على عائلتها. كاينين الناس اللي عندهم دي كريدي في لي بنك، وكاينين الناس اللي عندهم مسؤوليات اللي ما غنعرفهم لا انا لا نتوما، كل واحد كيعرف بهمه، كل واحد كيعرف بالمشاكل اللي عنده. فكذلك نطلب من البنوك انها تراعي هاد الظروف اللي احنا كنعيشوها حاليا، وانها دير كبعض البلدان انها قدرات الموقف وما تستريسيش الناس في هاد النقطه هذه، خاصه في هاد الفتره اللي احنا فيها. النصائح اللي راها كتروج حاليا في مواقع التواصل بصفه عامه ياخذوها بجديه.